طيب ماتش الاهلي والاتحاد السكندري كان ماتش مهم جدا، خاصه بعد نتيجه التعادل مع الاسماعيلي. مباراه كانت فيها تفاصيل فنيه كتير، ولكن قبل ما اروح للتفاصيل الفنيه مهم جدا نسمع الرؤيه الفنيه لدكتور احمد ثابت، هيكون معانا من خلال زوم عشان نسمع رايه في هذه المباراه. طبعا هيكون معايا بعد قليل، لسه مش جاهز. طيب هتكلم على مباراه الاهلي والاتحاد. المباراه في حد ذاتها قلت لحضراتكم كان مهم جدا المكسب، لان انت خلاص على اعتاب اعلانك فوزك بالدوري العام نقطتين، في حال خساره بيراميدز من سيراميكا هيتوج الاهلي بطلا للدوري العام قبل مباراه الزمالك، في حال فوز بيراميدز ان شاء الله تنزل مباراه الزمالك ايا كانت هذه المباراه اهميتها، دي مباراه ليها حسابات خاصه، فهتلعب على المكسب عشان تكسب الزمالك، تكسب الديربي وتلعب على الفوز على الزمالك عشان تعلن رسميا بطلا للدوري العام. طيب مباراة امبارح فيها تفاصيل فنية كتيرة جدا، وعشان نتكلم عليها أكيد لازم نروح لدكتور أحمد ثابت المحلل الفني عشان نتكلم معاه على هذه المباراة. دكتور أحمد مساء الفل، هو معانا دلوقتي من خلال زوم عشان نتكلم معاه على بعض النقاط الفنية اللي رصدها بالتأكيد من خلال هذه المباراة. دكتور أحمد مساء الفل. مساء الجمال عليك يا محمد، ودايما متألق وفاضل كده إن شاء الله خطوة على الدوري بإذن الله. بإذن الله. طب الأرقام بقى اللي رصدتها بخصوص مباراة الأهلي والاتحاد امبارح. خليني أقول لك إن المباراة امبارح فيها الحمد لله فيها إيجابيات كتير. أول حاجة يعني خلينا نقول إن إحنا زي ما قلنا كسبنا وخلاص، فاضل إن شاء الله مستنيين يا إما نادي بيراميدز يتعادل أو يخسر من سيراميكا والدوري يتحسم قبل مباراة الأهلي والزمالك، أو إن أنت تاخد نقطتين من أي مباراة قادمة تفوز على نادي الزمالك يوم الخميس وتحتفل بالدوري في هذه المباراة إن شاء الله. الحاجة التانية خليني أقول لك إن أهم حاجة برضو إن كان في عندنا 7 لعيبة حاصلين على إنذارين، وكان حصولهم على أي إنذار أو كارت أصفر إمبارح كان هيتم إيقافهم في عن مباراة الزمالك، وبالتالي ولا واحد فيهم الحمد لله حصل على أي إنذارات. النادي الأهلي تفوق طبعا في كل شيء زي ما بتفوق في أغلب المباريات الأخيرة على مستوى الاستحواذ على مستوى المحاولات. أنا شايف إن في مكاسب كتير، أولا برضو لو حتى عرضنا الهدف بتاع كهربا، بص مستوى الضغط، بص الضغط، النادي الاهلي امبارح اصر ان هو في اول ربع ساعه يعمل ضغط عالي بشكل مستمر، يفرض رتم عالي، يحاول ان هو يخطف هدف ويامن الهدف بهدف تاني عشان يقدر يريح. انا شايف بصراحه ان كهربا تطور بشكل كبير جدا جدا جدا، خاصه على المستوى البدني. بص هنا محمد، ارجع ثانيه، بص الضغط من رميه التماس، بص الضغط العالي اللي عامله لعيبه النادي الاهلي والتحول من الدفاع للهجوم بشكل ممتاز. أكيد. ممكن ناس تفتكر ان الجون سهل بالنسبه لكهربا، ولكن القطع على القائم القريب وان انت تبص الضغط هنا، الدور اللي عمله فخري اللي قدم برضه واحده من افضل مبارياته امبارح، محمد فخري احسن مباراه ليه مع النادي الاهلي، واحد من مكاسب المباراه. بيرسي تاو كهربا وهو بيقطع على القريبه وبيحط المدافع في ظهره هو اللي خلى احساس ان الكره ايه سهله او الجون سهل. وجود كهربا والجمال بتاع كهربا، خليني اقول لحضرتك كمان ان الاسبرنتات اللي عملها كهربا في الشوط الثاني واضح ان كهربا يا جماعه جاي بدني، ان شاء الله كهربا لما يفضل على المستوى ده اعتقد ان تطور كهربا مع بيرسي تاو ومع حسين الشحات ان الثلاثه اللي قدام بيعيشوا افضل فترات حياتهم الكرويه، سواء بيرسي تاو حسين الشحات كهربا، وهم اقوى ثلاثي هجومي على المستوى الافريقي بشوفه من وجهه نظري. خليني اقول لك بعض الارقام كده للنادي الاهلي، النادي الاهلي اكثر فريق لو عرضنا التصميم، النادي الاهلي اكتر فريق سجل اهداف في الدوري 54 هدف، اقل فريق استقبل اهداف 7 اهداف، أكيد. اكتر فريق حقق شباك نظيفه 22 مباراه، اكتر فريق تحقيقا للفوز 23 فوز، وادي الارقام قدامنا اهي، اقل فريق هزيمه بدون الحمد لله بدون اي هزيمه، فانت بتتكلم ان ارقام الحمد لله ارقام ممتازه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيواجه ضغط مباريات هذا الشهر ب9 مباريات، مارسيل كولر بيتعامل معاها بذكاء شديد في عمليه الروتيشن والراحه، شفنا امبارح راحه مثلا مروان عطيه، دخول فخري وجندوزي في وسط الملعب، بحيث ان انت بتحاول ان انت اللعيبه حتى الفرحه بتاعتهم لما مارسيل كولر امبارح قال لهم بعد المباراه وقال لهم ان انا مديكوا اجازه 48 ساعه، شفنا كلنا الفرحه والاحتفال بمارسيل كولر لما شالوه، ده دليل ان اللعيبه ما بتاخدش اجازات ما بتاخدش راحه. انت عارف يا دكتور قدامنا برضه الصوره على الشاشه، اقول لك على حاجه، ده دليل على الضغط البدني والنفسي والذهني الموجود على لعيب النادي الاهلي. نتمنى ان الحاله الموجود عليها والموسم، خلي بالك النادي الاهلي بيقرب من البطوله الخامسه ان شاء الله يوم الخميس باذن الله نحتفل بالبطوله الخامسه،
يبقى انت كمان واخد 5 بطولات السنه دي، هيبقى ان شاء الله موسم تاريخي واحد المواسم التاريخيه للنادي الاهلي. دكتور ثابت سامعني كويس؟ اه سامعك، اتفضل. طيب هو كان قايل لهم قبل المباراه طبقا للبرنامج بعد مباراه الاتحاد هو فيهم واحد اجازه عشان نستعد لمباراه الخميس. بعد ما خلصت المباراه فلما نزل ارضيه الملعب والكابتن سيد جمع كل اللعيبه قال لهم لا يا جماعه انا كنت قايل لكم يوم واحد، فالكل توقع انه هيلغي، قال لهم لا اليوم بقى يومين. فعارف انت طيب. الفرحه كانت سعيده جدا. انا واحنا بنتفرج بعد نهايه المباراه كنا متوقعين، قلنا خلاص اللعيبه بتحتفل ان خلاص باقي خطوه نقطتين ويتوج الاهلي بطل الدوري، وكانت برضو احنا استغربنا قلنا الاهلي ما بيعملش ده الا لما بيكون بطل رسمي، لكن كانت مفاجاه ان اللعيبه يا عيني على مدار موسم طويل جدا وضغط ماتشات كتير. الاهلي السنه دي احنا دلوقتي بنقول يا دكتور احمد كنت قلت لي الرقم ده قبل كده، قربنا من 55 مباراه ولسه الموسم ما خلصش، يعني رقم كبير جدا عليهم اكيد. ضغط بدني كبير، ولسه كمان الموسم الجاي يعني ان شاء الله في توجه ان ممكن يتم اراحه بعض اللعيبه الاساسيه ان شاء الله بعد حسم بطوله الدوري، في توجه ان شاء الله ان يتم اراحه بعض اللعيبه الاساسيه من اجل الموسم الجاي. بإذن انت الله. النهارده كمان دخل بقى عندك الدوري الافريقي اللي هي البطوله الجديده بقى المسمى الجديد بتاع دوري السوبر الافريقي اللي هيبقى في اكتوبر، وعندك بطوله السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه، وعندك الدوري، وعندك كاس العالم للانديه، وعندك كاس مصر، وعندك كاس مصر القديم وكاس مصر الجديد، فانت دخل وعندك كاس امم افريقيه في شهر يناير، فانت عندك معمعة ماتشات الموسم الجاي ممكن يصل ل 71 ماتش. طيب تتوقع بعد الفوز على الاتحاد ونتيجه الاسماعيلي والتعادل والروتيشن اللي حصل في المباراتين كولر ممكن يشتغل على مباراه الزمالك ازاي؟ اعتقد ان كولر مدرب واقعي جدا ومدرب مدرسه اوروبيه، اللي هو انا داخل ماتش الزمالك عايز يكسب، عايز يحسم المباراه وعايز يحسم لقب الدوري. اعتقد ان هو هيبدا بالتشكيل طبعا كل العناصر الاساسيه، العوده للتشكيل الاساسي بتاعه بالكامل. اعتقد ان شاء الله باذن الله خير، يعني ان شاء الله انا شايف ان نادي الزمالك طبعا بيمر بحاله برده كويسه، بقاله 6 مباريات بيكسب على التوالي ودي لاول مره تحصل السنه دي. نادي الزمالك جاي وعايز ان هو يحاول يعمل يا اما يتعادل يا اما يكسب، عايز يعني يختم الموسم بتاعه باي حاجه، اي حاجه معنويه، لان الموسم بتاعه طبعا موسم صفري. اكيد اكيد. طيب كلمه اخيره لو تختم بيها كلامك. انا عايز اقول لك بس ان موضوع نادي القرن تم فتحه النهارده عشان 9/7، فصفحه نادي الزمالك نزلت ان 9 اكبر من 7 وال7 برضو اكبر من 9. خليني اقول لك ان النادي الاهلي يا جماعه سنه 94 المعايير تم تاني نشرها نفس في الموضوع، الجرايد المصريه. ايه؟ هو نفس الموضوع اتفضل. لسه بنتكلم فيه؟ عايز رأي يا دكتور؟ خلينا بص اقول لك على النهارده حاجه، عايز رأي؟ الصفحه عايز رأي؟ بص اقول لك على حاجه، احنا الحمد لله واخدين 11 دوري ابطال وهنلعب السوبر ليج خلال 2 3 شهور، والاهلي عمل رقم قياسي في كاس العالم للانديه. كثره الردود على مثل هذه الاكاذيب بتصنع عليها حاله في الوسط، وهي اصلا حاله ليس لها محل من الاعراب. فوجهه نظري ان احنا اساسا نخلي نتائجنا والالقاب اللي بيحققها الاهلي هي اكتر رد على اي اخبار كاذبه البعض بيحاول يرددها. فكل ما البعض بيحاول يثبت او يشوف ان هو نتائجه الموسميه صفر بيحاول قدر الامكان يرجع ويفتح في دفاتره القديمه، واحنا مش هنبص لورا، دايما هنبص لقدام. انت بس هتتكلم عن خلينا المعايير والناس كلها عارفه المعايير، فصدقني والله يعني مش هنخلق حاله جدليه على موضوع اساسا لا موضوع فيه اساسا يعني. خليني تتفق اقول لك معايا؟ محمد انا متفق معاك طبعا ان في ولاد صغيره بتبقى لسه جيل جديد طالع، فالجيل الجديد ده محتاج بيتم ان انت بتحط في عقله ان النادي الاهلي مش عارف 7 اكبر من 9 وكده، فبيبقى مطلوب بعض الرد برضه، ان انت ممكن ترد يا جماعه المعايير دي ان هي تمت، يعني لو عرضنا حتى ان النادي الاهلي سنه ليه واخد القرن بطل القرن ال20؟ ان هو واخد 40 نقطه، ان ده تصنيف تراكمي، النادي الاهلي هو بطل القرن الماضي، ادي اللي قدامنا الارقام برضه، مثلا النادي الاهلي بطل ابطال الدوري بالنظام القديم مرتين، فكان البطل ابطال الدوري بياخد 4 نقط، 2 في 4 ب 8، ابطال الكؤوس 4 مرات، 84 و85 و86 و93، لما تضرب 4 في 4 ب 16، نهائي ابطال الدوري بالنظام القديم انت واخده مره 3 نقط، نص النهائي بالنظام القديم 81 و88 ادي نقطتين، 2 في 2 ب 4، ودور الثمانيه انت واصله 3 مرات، 2 في 3 ب 6، ودور الثمانيه برضه بالنظام القديم، ده كان بالنظام الجديد، النظام القديم مرتين 2 في 1 بنقطتين، وخدت دور الثمانية أبطال الكؤوس، وصلت دور الثمانية أبطال الكؤوس مرة واحدة سنة 92 نقطة، لما تجمع يا جماعة تلاقي النادي الأهلي 40 نقطة، على عكس مثلا نادي الزمالك، نادي الزمالك برضه هتلاقيه واخد، نبص على أرقام نادي الزمالك هنلاقي هو واخد 37 نقطة، نادي الزمالك أبطال الدوري بالنظام القديم 4 مرات، 4 في 4 ب 16،
واخد ابطال الكؤوس الافريقيه مره واحده باربع نقط، واخد الابطال الدوري بالنظام القديم ثلاث نقط، ووصل نص نهائي بنقطتين، وصل دور الثمانيه وتاني المجموعه ادي واحد في ثلاثه بثلاث نقط، وصل دور الثمانيه في ابطال الدوري بالنظام القديم ادي نقطتين، ودور الثمانيه في ابطال الكؤوس ادي نقطه، السوبر الافريقي نادي الزمالك اخده مرتين بنقطتين، وكذلك برضه نص النهائي في ابطال الكؤوس ونص النهائي كاس الاتحاد الافريقي سنه 76 و79 بنقطتين، لما تجمع تلاقي ان نادي الزمالك واخد 37 نقطه، فالتصنيف كان بالتراكمي، والتصنيف ده شغال لغايه دلوقتي، عشان برضه ما حدش يجي في القرن ال 21 ويقول مش معنى او مش عارف ايه او عدد البطولات، النادي الاهلي كان عدى يا دكتور احمد 23 سنه من القرن الجديد، وبص على التصنيف هتلاقي انت رقم واحد، وغيرك اللي بيتكلم على 100 سنه فاتوا رقم 7 و8 دلوقتي. بص محمد بعد اذنك، بص على القرن الجديد، يعني انا عرضت لك القرن القديم، هات الصوره اللي بعدها هتلاقي برضو القرن الجديد النادي الاهلي هو المتصدر بفارق كبير جدا عن الترجي التونسي، يعني الترجي هو المنافس، اكيد كان ساعه تغيير اللوائح برضو، الناس اللي بتقول ان ساعه تغيير اللوائح اللي هي اللائحه اتغيرت سنه 94، وقت تغيير اللائحه كان المنافس الحقيقي للنادي الاهلي هو كوتوكو، كان كوتوكو في المركز الاهلي في المركز الاول ب 34 نقطه، وكان بفارق نقطتين عن كوتوكو، فانت يعني وقت كمان في التصنيف القرن القديم الاهلي هو نادي القرن القديم، والقرن الجديد النادي الاهلي هو بطل القرن الحالي بفارق برضه نقاط أكيد كبيره عن نادي الترجي التونسي اللي أكيد هو المنافس دلوقتي، يعني اللي بينافس نادي الاهلي في القرن الجديد الترجي ومازيمبي. أكيد. دكتور أحمد أنا بشكرك شكرا جزيلا، شهر واتنين هتلاقي برضه الموضوع بيتفتح تاني، وهتلاقي نفسك مضطر انك ترد تاني، فالموضوع ده مكمل معانا ال 100 سنه مفيش فايده، يعني كل ما يبقى الموسم صفر هتفضل تدور في دفاترك القديمه، واحنا وانت او انا وانت عارفين الكلام ده، وكل جمهور الاهلي عارف الكلام ده. انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق شكرا ليك، ودايما بالتوفيق. بنستفيد من كل الارقام اللي بترصدها بخصوص مباريات الاهلي في الفتره الاخيره وفي مباريات الدوري العام.